بما أنه الكبار قرروا ما في داعي تتدخل. الأولاد صاروا كبار يا كاريشما، وهنن كلهم بحق لهم يقولوا رأيهم. بعدين هي ما أنا محكمة، هي عيلة وأكيد الكل أكلين هم بعضهم، فهمتي؟ أكيد ماما، هنن لازم يكونوا أكلين هم مثلنا ويحترمونا، لهيك ليش لحتى نتخانق مع بعضنا؟ هدول عالم غريبة وما عنا صلة فيهم ولا بيخصونا. تماما، ليش حتى نتخانق مع بعض هلا؟ مشان مخادعة. طيب وليش سوني عم تحكي؟ قالت ستي كبرنا، ما هيك؟ يعني أنا كمان بحق لي أحكي، صح؟ متأكدة؟ إذا هيك وأنا بقدر أقول، صح ماما؟ اسكتي يا هانا. سونيا لو سمحتي خلاص، رح ننفذ اللي قالتهم يلاموا هالشي نهائي وما رح نتجادل بهالموضوع أكثر، اتفقنا؟ اتفقنا. شو صاير؟ موكيش شو كل هاد؟ شو عم تعمل انت؟ هدول هي قالت لي اتصلت وقالت حطهم على الباب. مين اللي دق لها؟ انا. لانه اليوم انا رح ادخل على هالبيت وصير وحده منكم. قصدي انا هيك حابه، تسمحوا لي؟ ماليش كبس، بس قصدي اليوم نحن ليش ما رح أصير كنة هي العيلة؟ لسا ما صرتي لليوم ماليشكا، انتي لازم تتزوجي قبل ما تدخلي لهون، فشو عم تعملي ولشو؟ بالضبط، شو هي أول مرة بتفوتي فيها لهون؟ ليش ما بتفوتي عادي؟ بلا حركات بلا طعمة ماليشكا. رح تفوتي على هالبيت بصفتك كنة العيلة وتعملي اللي بدك إياه كمان، ورح نعمل حفلة كبيرة، بس تكوني مع ريشي. فوتي بطريقة عادية هلا. حلو. آسفة عمتي، بس هلأ صار وقت نوقف هاي الدراما. على شو عم تطلعوا؟ أنا عم أقول الحقيقة، أنتي ليش عم تقولي شي؟ أنتي ما عندك نية تعمليه بالأساس. أنا عن جد آسفة على اللي رح أحكي، بس عمتي أنتي أكتر وحدة خدعتيني وخزلتيني بهالبنت. انتبهي لكلامي. انتبه. بس أنا عم بحكي بطريقة محترمة، أنا منتبهة لكلامي وعم بتصرف احترام من أول يوم. للحقيقة أنا حاسة أني الوحيدة اللي التزمت حدودها والوحيدة اللي حافظت على احترامها، وما حدا منكم حاول حتى يكون محترم معي. وهلأ أنا مالي موافقة على قرارك، ما رح أقبل. بس أنا رح ضل متمسكة فيه، ما رح أجي معك. لكشمي لو سمحتي لا تعندي، لا تعملي هيك. أنا عن جد رح لاقي لك شي شب منيح لحتى تتزوجي وبعدين فيكي تمشي، بس من هلأ لوقتها لازم تجي معي على البيت لو سمحتي. لا، أنت ما فيك تفرض علي قراراتك. بلا فيني لكشمي، وبفرضهم. طول ما عم تاخدي قرارات غلط أنا رح أتدخل وقرر عنك، ولازم تسمعي مني كمان لأنه رح يكون قراري لمصلحتي. ريشي لو سمحت أنا مو حابة ضل ناقشك بعد هلأ، ما فهمت علي؟ أنا اللي بقرر شو هو المناسب لحياتي وشو لا، أنت ما دخلك بقراراتي. طيب أنا رح أعمل مثلك هلأ وشوف إذا بيرضيكي، واتمنى يلي بدي. ريشي ريشي لا ريشي. شو بك؟ شو جنيتي انتي؟ ليش حطيتي ايدك؟ ليش انقذتيني؟ ها؟ مين انتي لتنقذيني؟ بصفتك شو هلا؟ ما في صلة، صح؟ نحن انفصلنا، ليش لتعذبي حالك وتأذي ايدك؟ مو هذا كلامك؟ مو هذا اللي كنتي عم تقولي؟ ما في شي بيربطنا، ما في صلة كمان. بس الحقيقة في لكشمي، منهتم ببعض ومنقلق ومنخاف ومنفكر، لأنه الشي اللي بيناتنا كتير كبير، ما حدا في خربه، لا أنت ولا أنا ولا عائلتي، ما حدا بيفرقنا. صح؟ ليكي ابنك اللي قدامك أيوش بضل عم بيحوم حوالي وعم بيحكي معي بطريقة بشعة، ما هيك؟ وهي بنتك كمان هي بتهيني وما بتترك فرصة تروح من إيدها لتهيني وتحكي علي بالعاطل. عمتي الوضع هلأ مو مثل أول، لو سمحتي اطلبي منهم يحترموني لأنه أنا عم بتصرف في احترام.
وحتى عمي كمان. عمي السيد فيريندرا دائما لازم هيك ناتيله لانه بشتغل معه، فلازم ناتيله سيد فيريندرا، مو هيك عمي؟ حتى انت ستي بتهينيني وبتعطيني محاضره يا بتصيري تلفي ودوري مشان تجيبي سيره لاكشمي، وانت كمان عمتي كاريشما بتعرفي شو بتعملي؟ بتصيري تسايريني وتحكي بطريقه حلوه، وشو بتقولي دائما؟ انه ريشي الي، وانه نحن خلقنا لنكون مع بعض، وانه هو المناسب الي وانا مناسبه له، وانه ريشي رح يتزوجني، وانه هو بيحبني وبدكم ياني معكم، ولازم يتقبل انه هو الي وبس. ماليش شايفه وين انا اليوم؟ طلعي علي منيح. ولسه هي كل اللي عملته لهلا انه اعطتني امل بريشي على الفاضي. بتضل تكذب. ومع هيك لازم ضل محترمه. وانتو شو؟ انا عم ضل محترمة مع كل اللي هون وما عم زعل حدا، مصبوط؟ مشان شو؟ كل هذا شي بسبب ريشي، بس وينه؟ ريشي؟ ريشي وينك؟ انا هون! ريشي! هو ماله مبين! حدا منكم قال له لريشي يحترم حاله؟ حدا قال له هالشي؟ ما حدا قال له، ولا حدا حس فيني، بحبني ورح يتزوجني، بس لعند مين راح؟ لعند لاكشمي. وبعدين هو طلقها، وبعدين وعدني انه يتزوجني، بس وينه؟ قلولي وينه هلا؟ لاحق لاكشمي، واذا انا بموت او بعيش او حتى بنحرق شو ما صار لي ماله اكل هم. يا حذركم ليش هالشي؟ كرمال لاكشمي طبعا، طول الوقت مشغول باله وعقله فيها. ما هيك عمتي كاريشما؟ وضليت محترمه معكم فوق كل هاد، انا شو كان بدي اعمل وقت اللي اجيت؟ كان بدي فوت على البيت بطريقه صحيحه، وطلبت اذنك لفوت، لأنه للأسف ما ضل لي شيء. في طريقة تانية لحتى ضل محترمة مع الكل وما أغلط بشيء، ليلي لو سمحتي ورح أعملها فوراً، بس بدي لو سمحتي بدي منك تروقي ماليشكا. أنا فهمانة إنك متضايقة، بس متضايقة؟ أنا ميتة، انتهيت، أنا متت، بس أنتي مالك خايفة، لأنه هلأ أنا لازم ضل متماسكة وقوية وما أغلط بشيء أبداً، لازم ضل محترمة حالي ومحترمتكم كمان، وما أعمل أي شيء غلط. لو سمحتي لا تعملي هيك، المسرحية بلا طعمة، لو سمحتي لا تعملي هيك وتبيني إنه أنتي أكلة همي، لو سمحتي. ليش مين بكون؟ مين بكون أنا؟ أنتي أكلة هم ريشي لأنه هو ابنك، معناتها لو سمحتي روحي ساعدي ابنك وادعميه يلا. بس لا، أول شي بتعملي حالك زعلانة وإنه أنتي مالك معه بهالتصرفات، بس بعدين بيقول لك كم كلمة بخليك تحني عليه وتوافي على كل شي، وقتها بتصيروا كلكم ضحية لكلامه وبتصيروا معه وبتوقفوا معه بكل شيء. بعتذر منك عمتي، أنا عن جد بعتذر منك، عن جد عم ينحرق قلبي وأنا عم بحكي هيك، بس أنا هلأ ما عندي خيار تاني، أنا مو جاي عبالي عصب ولا أبكي ولا أكسر شيء ولا خانق حدا، بدي ورجيكي قديش قلبي عم بيوجعني ومقهور منه، بس لا أنا ما فيني أعمل هالشي أبداً، لأنه لا هذا بيتي ولا هدول الناس اللي هون بيقربوني.